How many kids back? Hey! نحن اليوم موجودين لمطالبة فيفا بطرد إسرائيل من فيفا لسياسة إسرائيل الصهيونية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني. الحرية الفلسطين انسحاب جميع الجيش الإسرائيلي من أراضي فلسطين، إلغاء المستوطنات على أرض فلسطين، إلغاء الحائط العنصري في القدس، وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين. يعني هاي المظاهرة بتعكس انه العالم اصبح يشعر بالضيق من سلوك ازعر الحارة اللي بتمارسه اسرائيل بحق كل قوانين العالم، الشرعية الدولية والفيفا وحقوق الانسان. انا بأمل بانه اسرة الفيفا تدرك مخاطر استمرار سلوك اسرائيل العنصري بحق الرياضيين الفلسطينيين، وانه يامنوا ويضمنوا للاعبين الفلسطينيين حق ممارسه اللعبه وتطويرها ونشرها بقوه القوانين الفيفا.